السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، واليوم رجعت لكم في انطباعات لعبة Ghost Recon Wildlands. طبعا اللعبة اخذت مني وقت عشان اكتشفها عدل واتعمق فيها، والحين اقدر اعطيكم انطباعات شاملة عنها بالاضافة الى شرح قدمته في المقطع السابق. خلونا نبدأ ونتعرف على هذه اللعبة مع بعض. طبعا عنوان Ghost Recon ما هو شيء جديد، السابق كان موجود لسلسلة كبيرة وجدا جميلة، وهي من ألعاب توم كلانسي اللي تركز على العنصر العسكري بفريق تكتيكي لمهام معينة، طبعا في طابع الجيش خلونا نقول في الألعاب السابقة، لكن الحين أخذت إصدار مختلف اللي هو Wildland اللي كان متركز على العالم المفتوح بالإضافة إلى شرطة مكافحة المخدرات بفريق أشباح مكون من 4 شخصيات يتعاونون مع بعض في المهمات. طبعا في البداية حبيت أقول لكم أن اللعبة تحتاج اتصال مباشر في الانترنت، لكن ما يمنع أنك تلعبها بروحك سينجل بلاير. عموما أحداث اللعبة تدور في أوبليفيا اللي هي في أمريكا الجنوبية، اللي صار فيها المخدرات والكوكايين انتشر بتجارة يعني خارج عن السيطرة في الدولة بشكل عام، وكل مكان يحرسه زعيم معين يمارس نشاطاته وبيع المخدرات بأسلوبه المختص. بعضهم يستخدم الفقراء أو الضعفاء بأنه يروج المخدرات، والبعض يستخدم السوشيال ميديا ويأثر على المجتمع بهذه المخدرات أنها شيء عادي وشيء أفضل، اللي هي مثلا المزارع اللي يزرعونها ينتجون منها ويحصلون الفلوس، يعني يخليها اسلوب معيشه لهم. والبعض منهم يتاجر في اعضاء البشريه ولهم ممارسات جدا مختلفه. في النهايه انت يكون مهمتك ايقاف كل هذول الزعماء تتدرج فيهم الى ان توصل لزعيمهم الرئيسي. عموما المنطقه هذه فيها مثل ما تقول ادله في كل مكان، وتاخذ معلومات لين تقلص دائره يعني الزعيم هذا وتوصل له وتقتله. طبعا اللعبه فيها مشاهد سينمائيه جميله، يعني سي جي اي جدا جميل فيها، ومعلومات اكثر من فيديوهات ومقاطع وصور الى ان تعطيك سيناريو لكل زعيم تقتله او القصة بشكل عام. نجي الحين لأسلوب اللعب أو طريقة اللعب أو الجيم بلاي بشكل عام. نظام اللعبة ثيرد بيرسون شوتر تكتيكية، حطوا خطين تحت كلمة تكتيكية، بمعنى أن اللعبة تحتاج منك تخطيط وتركيز واستخدام المعدات اللي معك والقدرات والأسلحة بالإضافة للفريق اللي معك علشان توصل لأساس المتعة من اللعبة والتوجه الصحيح لها والفكرة الصحيحة، لأن اللعبة طابعها مختلف عن ألعاب الأكشن، يعني تتمكن أنك توصل للهدف أو العدو بالتسلل وتحاول أنك تختم المراحل بهدوء وتعاون بين أعضاء الفريق واستخدام المعدات اللي معك. أيضا إذا كان عندك أصدقاء ممكن أنك تسهل عليك الموضوع أنك تتكلم معهم في الشات وتحاولون توصلون للمهمة الرئيسية، سواء خطف شخص معين أو قتل شخص معين أو إيقاف مثلا يعني تهريب مخدرات. لكن هذا لا يعني أنك أنت مجبر في التسلل والتخفي، ممكن أنك تدخل وإذا صار يعني اكتشفوك الأعداء لازم تقلب الوضع إلى الأكشن وتبدأ في المداهمة المباشرة والرماية المباشرة واستخدام كل ما تملك من أسلحة ضد هذا العدو، أو ممكن تستعين في قوة الرابلز اللي هم في المدينة يساعدونك يدافعون عنك عن طريق المدافع الجوية، أو يوصل منهم أفراد يدافعون عنك في هذه المنطقة. لكن بشكل عام اللعبة تكمن مثل ما تقول متعتها الأساسية في دراسة المهمة والدخول بتركيز واستخدام الأسلحة والمعدات اللي معاك. حتى لو تبي تتقنص معسكر كامل من بعيد تقدر تستخدم السنايبر وتقتل براحتك أو تعطي أوامر لأصدقائك، أو إذا كان معاك ناس أونلاين تتكلم في الشات وتتعاون معهم. طبعا اللعبة تقدم لك كاستمايز جدا جميل، سواء في الشخصيات من ناحية الشكل والملابس اللي تلائم كل بيئة في اللعبة، لأن فيها يعني بيئات مختلفة سواء ثلج وصحراء وغابات تقدر تلبس لبس لهذه المهمات، بالإضافة إلى تعديل الأسلحة لأسلوب كل مهمة. طبعا في عامل مهم جدا في اللعبه اللي هو دائره الليل والنهار، بالاضافه الى تقلبات الطقس، وكل هذه العوامل تاثر على يعني اداره المهمه او طريقتك المهمه. بعض المهمات اذا حسيت انها صعبه ممكن ترجع لها في وقت الليل، يكون التسلل فيها اسهل ومثل ما تقول الرؤيه عند العدو اقل. طبعا مثل ما ذكرت ان اللعبه عالم مفتوح وتقدر تتجول فيها وتسوي اي مهمه قبل الثانيه وتاخذ راحتك، وفعلا عالم اللعبه ضخم ضخم جدا بكل ما تحمله الكلمه من معنى، لان في ضخامه كبيره وفي مقاطعات مختلفه جدا. تبي تروح في الشمال كانها بر وكاوبوي، تبي تروح على اليمين بيكون مثل ما تقول تضاريس اللي هي الغابات والادغال، عندك انهار بالنص، جبال، جبال الملح، جبال تحت الحمراء غيره. يعني كل ما يعني تقدمت في اللعبه واكتشفت مكان جديد اشوف بيئه مختلفه تماما كانها مجموعه العاب في لعبة واحدة. طبعا في الصحاري، في الثلوج، في الغابات، في الأنهار، في مدن. هذا الشيء الجميل اللي عطى اللعبة مثل ما تقولون متعة في كل ما تتقدم منها. والشيء اللي صدمني صراحة ان على كبر حجم هذه الخريطة كل يعني مهمات تم استغلالها بشكل جميل، في كل كم كيلومتر تلقى لك مهمة جانبية او مهمة رئيسية. طبعا التنقل بيكون عليك سهل عن طريق الفاست ترافل بين البيوت في المناطق كلها بشكل عام، او عندك الطيارة اللي هي الهليكوبتر او الطيارة العادية، او عندك السيارة، فالتنقل ما في اي مشكلة على ضخامة هذا العالم.
بخصوص الجرافيكس او الرسومات في اللعبه، صحيح انه ما هو ممتاز وفي بعض المشاكل خصوصا نسخه الكونسول، في مشاكل في الاطارات بالاضافه الى بعض البوب ابس او مشاكل مثل ما تقولون في الجلتشات نفسها في الجرافيكس، لكن بشكل عام على ضخامه اللعبه ما اشوف انه اثر عليها بشكل كبير لاني اندمجت في اللعبه وما قام ياثر هذا الشيء، لكن اقول لكم انه فعلا في مشاكل بسيطه في الجرافيكس وما هو بالمستوى اللي كنا نعتقد انه بنشوفه، لكن للامانه نسخه البي سي جربتها وحطيت على الالترا اشوف وضوح وسرعه في الجرافيكس والاطارات كاني اشوف العروض اللي شفناها مبدئيه في اللعبه. يعني بشكل عام اذا انت تهتم لموضوع الجرافيكس بحد كبير عندك لازم تشوف نسخه البي سي وتكون تجربتك على هذه اللعبه في البي سي. اما اذا ما عندك مشكله في موضوع الجرافيكس تبي حاب انك تستمتع مع الاصدقاء راح صدقني انك راح تندمج، خصوصا لما تلعب اونلاين مع اصدقائك ما راح تهتم لموضوع الجرافيكس نهائيا، لكن للامانه حتى على الكونسول اشوف انه لا باس فيه كعالم مفتوح في تفاصيل الاشجار والحشائش والانعكاسات كلها موجوده بكميه كبيرة وتفاصيل جدا جميلة في هذا العالم، أدق التفاصيل بتشوفها حتى في لباس شخصيات يعني اللي تلعب فيهم أو العالم من حولك بيكون فيه تفاصيل جدا جميلة مع ضعف الجرافيكس بشكل بسيط، لكن أشوف أنه أثر على تجربتي في الجيم بلاي. بشكل عام كانت هذه انطباعاتي للعبة Ghost Recon Wildlands. أنا شخصيا معجب جدا في هذه اللعبة لأن أعطتني حرية وبيئة وطبيعة وعالم ضخم جدا ذكرني في جراند وأسلوب المهمات، بالإضافة إلى الكوستمايز والشخصيات خذوه أحسن خصلة خلونا نقول في لعبة The Division وحطوها لك في هذه اللعبة من ناحية الكوستمايز. أيضا عجبتني نوع مهمات الليلية اللي ذكرتني في لعبة أحبها وهي Splinter Cell. عموما بشكل عام كانت هذه اللعبة تقدم لك مجموعة من الأشياء في وقت واحد وتقدر تلعبها سينجل بلاير أو أونلاين بيكون ممتع أكثر مع الأصدقاء تكون لحظات حلوة مع بعض، وإن شاء الله يقولون راح ينزل لها طور تعدد اللاعبين تلعبون في PvP اللي هو لاعبين ضد لاعبين مثل تيم ديث ماتش وهذه الأمور، وإن شاء الله نشوفه يكون تجربة جدا جميلة. عموما كان هذا انطباعي للعبة، أتمنى أعطاكم الخلاصة أعطاكم رأي في اللعبة وتشوفون اللعبة إذا تناسبكم أو ما تناسبكم. انشر هذا الرابط لأصدقائكم خلوهم يستفيدون ولا تنسون اللايك ودعم القناة، يعطيكم ألف عافية على المتابعة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.